يبيد للبيع الجامعة عشان بصراحة احتفل مع اصحابي، ما حضرناش محاضرات وكده، بس ناويين نخرج ان شاء الله مع بعض. مرتبطة ولا حقيقة؟ لا، بقضي مع صحابي في الجامعة مبسوطين، وفي كمان عيد ميلاد، عيد ميلادنا وبنحتفل بيه بقى بالمرة. لا والله انا مش مرتبط، بس ساعدت واحد صاحبي ان هو يجيب هدية، ينزل يجيب الحاجات اللي يعملها بايده، ساعدته في اختيار الالوان، شلت له الشنطة عشان هو بيتكسف جدا يشيل الشنطة، مسحيني من الساعة 7 الصبح. مش فاهم ليه فالنتيني الساعة 7 الصبح، يعني هو بيجي بالنسبة للناس السناجل مش جاب إحباط، ده بيجي عليهم بتعب. في ناس جدا كتير معقدة بتقول لك الفالنتين حرام مش حرام، ماشي هو حرام، بس يعني يوم الناس بتحب في بعضيها بيجيبوا هدايا لبعض، مش شرط يكونوا مرتبطين. عادي زي أي واحد سنجل في الجامعة فري، يعني أصل أنت ساب 365 يوم وجاي تحتفل بيه في اليوم ده. يعني هو أنا أول سنة أقضي السنة دي عشان مخطوبة وأقضي مع خطيبي. فتح المزاد، فتح المزاد، فتح المزاد. عادي صحيت الصبح عادي، طبعا بالليل قلت لك هابي نيو يير، هابي فالنتاين دي يعني، و جينا الجامعة وقضينا اليوم عادي، جبت لها هدية، وبعدها بعد الجامعة نتمشى شوية وكده، خرجة شوية بس. تحب تقولها ايه فاهم؟ هابي فالنتاين دي بس. هو بيبقى سبيشال شوية، يعني بيبقى ليك تجهيزات بسيطة كده يعني عشان ليه طعم شوية بس. طبعا في بنات معقدة كتير تفضل بقى تبص وتقول لك ايه ده، شايفه ايه ده البوكيه ورد ده مش عارف ايه، فبيفضلوا يروشوا طبعا. فاحنا بنجيب هدايا الناس المرتبطين، ابوس ايديكم بطلوا النفسيه الوحشه، النفسيه الزباله اللي احنا بنشوفها في الجامعه ديت، وبعدوا عن الالوان الحمراء والكلام ده كله، البس اسود ماله الاسود عادي يعني ما فيش اي مشكله. شكرا.